السلام عليكم، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي في مراجعة لمادة اللغة العربية 4 الكفايات اللغوية مقررات المسار الإنساني والتحفيظ موضوع الدرس القراءة السريعة واستراتيجياتها معكم معلم المادة خالد الأسمري. أهداف الدرس: أن يصف الطالب استراتيجيتي القراءة الذكية ومنظم القراءة، أن يستخدم الطالب استراتيجيتي القراءة الذكية ومنظم القراءة، أن يتعرف الطالب على محددات القراءة السريعة، أن يتعرف الطالب على صفات القارئ الذكي، أن يحدد الطالب ما يمكن للقارئ تجاوزه والقفز عنه أثناء القراءة، أن يحدد الطالب المعينات التي تساعد القارئ على التركيز والتقاط جوهر المعنى، أن يكتشف الطالب قدرات الآخرين القرائية، أن يتعرف الطالب على المشكلات الست للقراءة البطيئة، أن يتبين الطالب الطريقة المثلى للاستعداد للقراءة. هذه الأهداف بإذن الله عز وجل نحاول أن نحققها سويا خلال هذا الدرس، لكن قبل ذلك نريد أن نأخذ مراجعة سريعة للدرس السابق. أخذنا في الدرس السابق وتعرفنا على نقاط عدة، من أهمها أن للفهم ثلاث مستويات، وبناء على هذه المستويات أنا أختار القراءة التي تناسبني. فإذا هناك فهم حرفي وفهم تفسيري كما تذكرون وفهم نقدي تحليلي، أحسنتم. ناقشت معكم أيضا محددات القراءة، محددات السرعة القرائية، وهي هذه المحددات كانت أهمية المعنى، عمق المعنى، حجم المعنى، صعوبة المعنى، والزمن المتاح، أي أن هذه هي التي تحدد سرعتي في النص المقروء. جميل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أنواع القراءة السريعة وتعرفنا على هذه الأنواع التالية: قراءة التمشيط، التصفح، الانتقاء، القراءة الوظيفية، والإنترنت، وفصلنا كثيرا في قراءة التصفح والقراءة الوظيفية. جميل. الآن سوف ندخل إلى درسنا الجديد. سنتعرف إذن كما ذكرت في هذا الدرس على استراتيجيتين لتسريع القراءة. الاستراتيجية الأولى استراتيجية القراءة الذكية، استراتيجية القراءة الذكية. هناك حالات تحتاج فيها إلى القراءة السريعة كما أخذنا مسبقا، كالقراءة التمشيطية والانتقائية والتصفح. اليوم سنتعرف سوياً على استراتيجية تساعدنا على اكتساب السرعة القرائية، وهي استراتيجية القراءة الذكية. هذه الاستراتيجية الأولى سنستعرضها هي أولاً، ثم الاستراتيجية الثانية بعد ذلك نفصل. يحق لنا أن نصف هذه الاستراتيجية أبنائي الطلاب بمشية الكنغر، وأنا أشبهها بهذا وأستخدم التشبيهات وتستخدمونها في حياتكم من الأفضل حتى لا تنسى الأشياء. هذه القراءة اسمها استراتيجية القراءة الذكية، وسوف نرمز لها بمشية الكنغر حتى لا ننساها. انظر معايا، قارن بينه وبين مشية الكنغر في أدائها. شوف، ركز بالإضافة إلى اقفز، ركز ثم اقفز، ركز على الأفكار الرئيسية، المعلومات، المفاهيم التي يعنى بها النص. جميل. واقفز، تجاوز عن الشروحات، الأمثلة، التفصيلات الثانوية. أحسنتم. إذا نركز على الأفكار الرئيسية ونقفز على الشروحات والأمثلة التي تدعم الفكرة الرئيسية، لأنه إذا سيطرت أنا في النص على الفكرة الرئيسية
قد لا أحتاج إلى كثير من الشروحات والأمثلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل معايا إلى الاستراتيجية الثانية، وهي استراتيجية منظم القراءة. جميل، يحق لنا أن نصف هذه الاستراتيجية بالطيران بالأيدي، حتى لا ننسى كما ذكرت أن أضع إصبعي بهذا الشكل أو قلم تحت النص المقروء وأقرأ النص. هذا يساعدني في تسريع القراءة. وهذه الاستراتيجية تعتمد على أصبع أو سبابة كما ذكرت، أصبعك السبابة، وتعتمد أو على قلم لتحركه تحت الأسطر. أحسنتم. انظر الآن، سنعود إلى التفصيل في الاستراتيجية الأولى، وهي كما تلاحظ أمامك استراتيجية القراءة الذكية مشية الكنغر. انظر، دعونا نناقش سويا عناصر الشكل الآتي. القارئ الذكي بماذا يتصف؟ ها، أحسنتم يا شباب، جميل. ماهر في اقتناص الأفكار الرئيسية، جميل. يوظف معرفته السابقة بالموضوع، أحسنتم. يتخذ إجراءات تصحيحية لقصور الفهم، يركز على المعلومات المهمة ويقفز عن التفاصيل. إذن اقتنص الأفكار، وظف المعرفة السابقة لأن القراءة تراكمية، اتخذ إجراءات إذا شعرت أن فهمي للنص لا يصل إلى المعنى المطلوب، إلى المستوى المطلوب، بعد ذلك يركز على المعلومات المهمة ويقفز على التفاصيل. أنت أيها الذكي سوف تتبع وتأخذ بهذه الإجراءات. جميل، سوف نفصل هذه الإجراءات. ما هي المعينات التي تعيني أو تساعدني على اقتناص جوهر المعنى؟ كثيرة، ومنها الجمل الافتتاحية. إذا ركزت على الجمل الافتتاحية لأنها تحمل الفكرة الرئيسية. طريقة تنظيم الفقرة، إما سؤال جواب تعميم تخصيص، وإعراف النص، الأهداف، التلاخيص، الرسوم، الجداول البيانية. العناصر الفنية لنوع الموضوع، إذا كان عندي مقالة يجب أن أعرف ما هي العناصر الفنية للمقالة. إذا أريد أن أقرأ قصة أو رواية يجب أن أعرف مسبقا ما هي العناصر الفنية لبنية الرواية والقصة، وهكذا حتى أسيطر على النص. جميل، إذن هذه معينات تساعد القارئ في اقتناص جوهر المعنى في قراءة ماذا؟ في استراتيجية القراءة الذكية، أو سميها كما سميناها الكنغر. جميل، استراتيجية القراءة الذكية أيضا يمكن للقارئ أن يقفز عن أشياء يجب تستطيع أن تتجاوزها، ما تعرفه تماما لأنه لا يضيف إليك شيء جديد، ما هو غامض جدا ويصعب فهمه هذا تضع حوله إشارة ثم ترجع إليه. الشروحات أي الجمل التي تشرح الفكرة الرئيسية، إذا سيطرت على الفكرة وحصلت على الفكرة الرئيسية واستوعبتها قد لا أحتاج إلى كثير من الشروحات. الأمثلة، ما يقدمه الكاتب من أمثلة. الاستطرادات، أيضا الجمل التي تخرج عن الموضوع ولب الموضوع وصلب الموضوع. والاستدلالات، أيضا الشواهد والأدلة الذي يقدمها الكاتب لدعم فكرته. جميل، أستطيع أن أتجاوزها. أيضا الحجج والمجادلات التي يقدمها الكاتب لإقناع القارئ بصحة فكرته. جميل، كل هذه النقاط أستطيع أن أتجاوزها وأقفز عنها، لأنها وإن تجاوزتها لن يكون هناك خلل في فهمي للنص المقروء. أحسنتم. استراتيجية القراءة الذكية، إذن هناك خطوات أيضا وإجراءات تصحيحية لمعالجة. الآن نناقش قصور الفهم، أنا أقرأ وأريد أن أكتسب المهارة لكن تواجهني مشكلة في الفهم، فهم النص لا تتوافق سرعتي السرعة مع الفهم. لذلك اتبع هذه الإجراءات التالية: أجل الفكرة
التفكير في المشكلة على أمل أن تتضح إجابتها لاحقاً. جميل، حتى تنهي النص. سجل الملاحظات للعودة إليها لاحقاً. أحسنت. طلب العون من مصادر خارجية في الفهم، واستخدم تستطيع أن تستخدم المعاجم في تفسير بعض الكلمات. إذن القراءة الذكية هي قراءة تبحث عن جوهر المعنى وتقفز عن الحشو والتفاصيل وتتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم. بارك الله فيكم. انتقل معي الآن إلى القراءة الاستراتيجية التي تليها. إذا لازلنا الآن نحن في استراتيجية ماذا؟ انظر، هذا الرمز يرمز إلى استراتيجية القراءة الذكية. الآن سأنتقل إلى استراتيجية منظم القراءة، وهي الاستراتيجية الثانية في هذا الدرس. منظم القراءة كما ذكرت سابقا هو أي شيء يساعدك على تتبع ما تقرأ وتحريكه تحت الأسطر كالقلم أو إصبع السبابة. جميل. إذن منظم القراءة يساعدك على تتبع ماذا؟ على تتبع ما تقرأ. أحسنتم. وبناء عليه هناك حركات مختلفة لمنظم القراءة. منها هذه الحركات سوف تنتقل من الجزء الأول إلى الثاني إلى الثالث، وهي أنواع كثيرة وحركات كثيرة، لكن يجب أن تعتمد على المران، كثرة المران والتدريب. ألف، تتبع كل سطر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. إذن أنت تقرأ كل شيء. الجزء الثاني، لاحظ معايا، تتبع الجزء الأوسط فقط من النص. أنت فقط تقرأ الجمل الواقعة في وسط النص. إذن لا يعني أنك تهمل الجمل في أول وآخر السطر، وإنما أنت تلتهم السطر كامل وتركز على وسطه. تتبع سطرا، تتبع سطرا واقفز عن سطر. جميل. كما ذكرت هذه تأتي بالمران والتدريب. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن لازلنا في بداية النوع الثاني من استراتيجية القراءة، وهي منظم القراءة، ورمزنا له بهذين الرسمين. إذا شعرت بأن سرعتك أخي الطالب القرائي لا تتحسن، وأنت تتدرب الآن وشعرت أن سرعتك لا تتحسن، فيمكن أن يكون السبب وراء ذلك إحدى المشكلات الست الآتية. إذن عندنا مشكلات ست قد تتعلق بعدم تسارعك وإتقانك للقراءة. هذه المشكلات الست سأناقشها الآن معكم. القراءة كلمة كلمة. إذن لما تقرأ كلمة كلمة، إذن أنت قارئ بطيء. القارئ الجيد يلتهم مجموعة من الكلمات بنظرة واحدة، وهو ما تقوم عليه القراءة السريعة، أن تلتهم الكلمات بعينيك بنظرة خاطفة، وتترك القراءة التقليدية وهي قراءة النص كلمة كلمة. هذا سيؤخرك أكيد. جميل. المشكلة الثانية التي قد تعيقك عن تحسنك في أداء القراءة، نقص المفردات. الكلمات المألوفة تقرأ بنفس السرعة التي يقرأ بها حرف واحد. إذن الكلمات المألوفة يجب أن تقرأها كأنها حرف وليست كلمة، لأنها مألوفة لديك سابقا. نقص التركيز بسبب ظروف المكان، ضوضاء مثلا، أو إضاءة ضعيفة، أو حالة القارئ المزاجية، أو نقص الدافعية في ذلك في تلك اللحظة، ليس لديه دافعية للقراءة. كل هذه أيضا تساهم في بطء سرعتك في أثناء القراءة. بطء الانتقال، انتقال العين من نهاية السطر إلى بدايته، يجب أن تتمرن عليه. أو البطء في تقليب الصفحات، وهذا أهم، يجب أن تمسك، تجهز يدك اليسرى وتمسك طرف الكتاب، وأول ما تنتهي الصفحة مباشرة تنتقل للصفحة الثانية. الانتقال من نهاية السطر إلى بدايته
أو تقليب الصفحات أيضا هو يعتبر من المشكلات التي يجب أن تتقنها، أن تتجاوزها وتتقنها. جميل، أن يكون انتقالك سريع وتقليب الصفحات أيضا بشكل متتابع وجميل. الصوت الداخلي، لما تقرأ كأن الصوت الداخلي يجعل قراءتك الصامتة في نفس سرعة القراءة الجهرية. وكما تعلمون أن القراءة الصامتة هي بشكل طبيعي وهي أسرع من القراءة الجهرية، لذلك حاول أن تعزل ذلك الصوت. التراجع أو الارتداد، إعادة قراءة الكلمة أو السطر بسبب خطأ بصري أو نقص فهم، لذلك حاول ألا ترجع وترتد كثيرا وثق في قدراتك، لأن ذلك يجعلك تبطئ في القراءة. جميل، تبطئ بدون أي سبب واضح جدا، ولعلك إذا حصل ارتداد أو تراجع لما ترجع للكلمة تجد أنه بالفعل ليست خاطئة وأنك فهمتها بالشكل الصحيح، لذلك ثق في قدراتك وانطلق. إذا اكتشفت أنك مصاب، إذا اكتشفت أنك مصاب بإحدى هذه المشكلات فعليك التخلص منها. إن الأمر لا يعدو أن يكون اقتناعاً، فحين تقتنع بوجود مشكلة لديك وتقتنع بضرورة تجنبها فستكون قادراً على ذلك. إذا كانت المشكلات تقود إلى بطء القراءة فإن التخلص منها سيقود حتماً إلى منظم القراءة. المشكلات الست هي تؤدي إلى البطء، فإذا تخلصت منها وحاولت أن تتجاوزها وتأخذها في عين الاعتبار خطوة خطوة ومرة تلو مرة وتتمرس على أن تتجاوز أو أن تترك تلك نقاط الضعف التي لديك في النقاط الست اللي ذكرتها، حتما سوف تنطلق قراءتك سريعا. حتما. جميل، انظر إلى هذه الشريحة، كيف تستعد للقراءة السريعة؟ إذن أريد أن أقرأ سريعاً وأمارس إحدى هذه الاستراتيجيات، وجهزت مكاناً مناسباً وحاولت أن أتفادى ووضعت في عين الاعتبار تلك المشكلات الست. إذن كيف تستعد للقراءة السريعة؟ كون موقفاً إيجابياً نحو القراءة السريعة. إذن يجب أن تقتنع أن القراءة السريعة هي مهارة ضرورية كما ذكرنا في البدايات، وهي تكتسب في ظل ذلك التراكم وكمية المعلومات الهائلة. أنت تحتاج إلى أن تعدل اتجاهاتك نحو سرعة القراءة، إذن يجب أن تقنع نفسك بأنها مهمة وتقتنع بها لأنها هي بالفعل كذلك. اثنين، جهز مكانا مناسبا ومريحا للقراءة، وهذه نقطة مهمة جدا للقراءة، يجب أن يكون المكان إضاءته مناسبة، يجب أن يكون المكان مريحا، جلستك تكون صحيحة حتى تستطيع ماذا أن تؤدي القراءة بشكل صحيح. جميل، جهز أدواتك لأنك تحتاج هذه الأدوات في تدوين الملحوظات أو وضع إشارة عند ما تعسر فهمه حتى تلجأ إليه حتى لا تتأخر. جميل، أو عند التوقف يجب أن تضع إشارة. فكل هذه الأدوات هي مساعدات ومساندات مهمة لكي تكون قراءتك سريعة جدا. قلم رصاص، بطاقات التصفح، وأقصد بها ما يكتب من ملاحظات على بطاقات أو ورقة خارجية. جميل جميل. الثالث، ضع ما تقرأ بين يديك بشكل مريح. جميل، الجلسة المريحة تعطيك نتيجة إيجابية. اجعل يدك اليسرى في حالة تأهب. جميل، والهدف من هذا يا شباب من يعطيني، لماذا أضعها في حالة تأهب؟ حتى أقلب بها الصفحات، أنتهي من هذه الصفحة يدي اليمنى سوف تكون جهة دفة الكتاب اليمنى، وجهة اليسرى سوف أمسك بها ماذا؟
طرف الكتاب طرف أعلى الصفحة، وإذا انتهيت مباشرة أقلب الصفحة بشكل سريع ومرن. جميل. تعرف، إذا أردت أن تتعرف على سرعات الآخرين في القراءة، أجل الاستفتاء الآتي وحل نتائجه وطبق على الإخوة والزملاء. انظر هذا الاستفتاء، جميل، أريدك أن تركز في هذا الاستفتاء، هو موجود عندكم في الكتاب، أريدك أن تركز على البنود الموجودة في الكتاب في هذا الاستفتاء والاستبيان. انظر معي، مثلا أخذ الأول، أقرأ بسرعات مختلفة بحسب نوع النص وغرضه القراءة، ثم يعطيك هنا ثلاث أنواع من الخيارات، نعم ولا وأحيانا ولا أدري. أستطيع أن أقرأ كتابا من 400 صفحة خلال ساعتين وأستوعب ما معظم ما ورد فيه، وهكذا حتى تصل مثلا إلى عندما أبدأ القراءة فإنني أهتم في آن واحد بسرعة القراءة، أهتم بحساب سرعتي. جميل 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 جدا. هذا الاستبيان والاستفتاء حاول أن تطبقه على والديك أو إخوتك أو أحد زملائك عبر الإرسال والتواصل عبر التواصل الاجتماعي. جميل. انتقل الآن معايا إلى مناقشة ما سبق من خلال أنواع ومتعددة من الأسئلة، أنماط متعددة من الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يبرر القارئ القفز بالقراءة عما يعرفه تمام من النص، لأن قراءته له لا تضيف له جديدا، محسوبة عليه، تشوش أفكاره. ها شباب، ما رأيكم؟ أحسنتم، لا تضيف له جديد. إذن لما أقفز عما أعرفه تماما، التبرير فقط بأنه لا يضيف إلي أي شيء. باء، لاكتشاف قدرات الآخرين القرائية نحن بحاجة إلى السؤال عن توفر الكتب لدى القارئ، توفر المكتبة، استطاعته أن يحدد أفكار النص. أكيد يا شباب أحسنتم أن يخمن. إذن القارئ الجيد الذي يكتشف قدرات الآخرين يحددها من خلال هل هم يستطيعون أن يسيطروا على أفكار النص أم لا، وهذه الإجابة. من الأسباب التي تجعل بعض النصوص تحد من سرعة القراءة كون النص مقولات وأحداث ملخصة، أحداث طويلة، قصص ممتعة. أعتقد أنه الخيار الأول، لأنه يعتبر النص غير كامل ومستوفي الأفكار، لأنها ملخصة ومجمعة. جميل. حدد صحة أو خطأ الجمل التالية. هذا نمط آخر من الأسئلة. عندما نريد أن نكتشف قدرات الآخرين في سرعة القراءة فإننا نستخدم الاستبيان. صواب أم خطأ يا شباب؟ ها أحسنتم، وكان عندنا آخر شريحة ناقشناه. صحيح. باء، في القراءة الذكية نقفز المفاهيم والتفصيلات التي يعتني النص بإيضاحها. أحسنتم. خطأ، نحن لا نقفز المفاهيم والتفصيلات، وإنما نقفز الشيء الذي غيره، لأن المفاهيم والتفصيلات هي تعتبر من صلب الموضوع. نقصد باستراتيجية منظم القراءة استخدام الإصبع أو القلم تحت الأسطر. أحسنتم، إجابة واضحة. صواب. أحسنتم. أكمل الفراغ التالي، وهذا نمط آخر من الأسئلة. من أهم وسائل الاستعداد للقراءة السريعة أجلس في مكان هادئ ومريح. تعامل القارئ الذكي مع النص المقروء تضطره دائما إلى استراتيجية قرائية. فراغ في الفراغ، هذا ما يناسب تطوير. أحسنتم. طريقة تنظيم الفقرة، سؤال وجواب، تعد من فراغ التي تساعد القارئ على التركيز. ها سوف أعطيكم مهلة لتخمين الإجابة على فقرة جيم. أحسنتم. المعينات، إذن سوف أقرأها كاملة. طريقة تنظيم الفقرة، سؤال وجواب، تعد من المعينات التي تساعد القارئ على التركيز. أحسنتم، بارك الله فيكم. جميل. انظر إلى النمط هذا الآخر من الأسئلة. رابعا، اختر الإجابة الصحيحة، والإجابة هنا طبعا
مكونة من عدة خيارات. من الأمور التي تبرر للقارئ القفز أثناء القراءة، أحسنتم يا شباب، الجمل في صلب الموضوع، أما يعرفه القارئ أما هو غامض. أكيد ما يعرفه القارئ وما هو غامض هذا ما يقفز، تمام، لأنه ما أعرفه تماما لا يضيف لي شيء كما ذكرنا، وما هو غامض سوف أضع إشارة وأرجع إليه في بعد ما أنتهي. ب، يساعد القارئ على التركيز والتقاط المعنى مجموعة من المعينات، منها التي تساعدني على التركيز والتقاط المعنى موضوع النص، طريقة تنظيم الفقرة، الجمل الافتتاحية، وعدم الالتزام بالعناصر الفنية. أحسنتم أحسنتم، وهذه الإجابات. من المؤثرات المهمة على سرعة القارئ الميول، استخدام جهاز الحاسوب، والثقافة العامة، الخيار الأول والثاني. في النهاية سوف ألخص، أضع لكم هذا النمط وهذا الخريطة الذهنية لما سبق في الدرس، وأريد منكم أن تركزوا معي في آخر شريحة في هذا الدرس. هذه الشريحة كما تلاحظون يا شباب هي تلخص الدرس السابق، كامل الدرس. تعلمنا على استراتيجيتين، ما هي؟ القراءة الذكية وهذا رمزها، ومنظم القراءة. ثم ناقشت معكم صفات القارئ الذكي، وذكرنا أنه يقتنص جوهر المعنى، يركز على المهم، يعالج قصور الفهم، يوظف معرفته السابقة. ثم ناقشنا معيقات تحد من سرعة القراءة، التهجي، نقص التركيز، الصوت الداخلي، نقص المفردات، وبطء الانتقال، التراجع والارتداد. جميل. وفي النهاية وفي نهاية هذا الدرس الشيق، أتمنى وأرجو لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.